طبعا عبد الرحمن نتكلم عن شوف كلاين طلب كفاها في ناس يعرفوها من دي قريتي هيت دي كلاش اوف كلاس لعبة حلوة يعني نقعد مع بعض كده ويعني نهاجم اكل بس عندي حاجة هنا مرجعيات دي القبيلة بتاعتي اسمها هيروس كلان عملت لها مرجعية عشان ارجع لها بس مش عارفة ارجع لها تاني لازم كل شوية اعمل قبيلة تانية بس ازاي افضل محافظ عليها عشان في هنا في الفاميلي كان في واحد اسمه مصطفى كان فيها وخرج منها ودخل تاني وخرج وقعد يدخل ويخرج كتير وبرضه محافظ عليها ازاي ما عملش واحدة تانية لو حد عارف فدي اول مرة صور كلاس دي قريتي بقى عندي ساحر برج الساحر قوي جدا بيضرب مجموع مدفع 5 ومدفع 6 طبعا بقى الساعة بقى الذهبي كان بس كنت عايز اشوف حاجة هنا انا بلعب دلوقتي على اخر تحديث بلان في السبعة هفتح الملك البربري سكنة الظلام مستخرج اكسير الظلام كمان بمعنى ان اسمه ايه ده هو اخر حاجة هو الاحسن فانا النهارده اوريكم استراتيجية يعني طريقة الهجوم بالغول ليفل 2 وول بريكر ليفل 1 وعملاق ليفل 2 انا الغول عندي براكين ليفل 3 والوول بريكر ما ركبتهوش خالص عشان بفكر اركيه عشان رخيص قوي العملاق على ليفل 2 لازم المعمل يبقى على ليفل 4 عشان يبقى على ليفل 4 التاون هول يبقى على ليفل 6 ودوت محتاج 750,000 اهوت لو في عرف قاعد اجيب كده فلوس واكسير يعني من غير ما تستخل شوية ولون بوست واضيع جواهر انا هضيع شوية جواهر انا يعني الطريقة دي مش هتفيد وحش فانا اوريكم استراتيجية عشان نهجم بيها انا عملت واحدة قبل كده اوريها لكم اهي كان فيها غلطة بسيطة او ممكن تعتبر نجاح او نجاح غير مقصود حطيت الغول بعد كده الغول بريكر كسر الحتة دي عشان اهجم انا بقى كان قصدي احط الغول وافضل ضغط كده لكن اكتشفت ان انا حطيت الغول بريكر ودي حاجة كويسة انا مكنتش اعرف فكسروا لي بتاعت الهول عشان ادمر براحتي هنا نشرت العمالقة في النص عشان ده يهاجموه والباقي يسرقوا براحتهم وهنا غول بيسرقوا برا وبسرعتهم سريعة جدا عشان المورتال ما يعرفش يضربهم بس هما تقريبا اقوى من الارشر اللي بترمي سهام بس ضعاف وضربتهم بتساوي ضربة مضاعفة يعني لما تضرب حاجة يضربها كأنه ضربها مرتين ضربة مضاعفة قوية فجبت هنا ثلاث نجوم ما بينتشروا في كل حتة وبيسرقوا كل حاجة هسرع كتف بس ما بيقعدوا يهجموا هنا وهنا التاون هول بقى شايفينه قوي جدا شايفين قد ايه عليه وبرضه بياخد وقت منهم وضعت الاستراتيجية دي مش دايما بتنجح هي بتعتمد على نوع اللي هتحاربه مثلا لو عنده انت مثلا محتاج جدا اكسير وذهب وهو نشر برا حط العمالقة بعد كده اسرق وبس لكن لو عنده دفاعات وانت عايز كؤوس عشان تطلع اللف الاعلى هنا يعني مش عارف تعمل ايه انا لغاية دلوقتي في فضي
يعني بقالي مش اكتر سنة بقى، يعني نص سنة تقريبا او اقل كمان. فانا هنا معايا شوية غلان، هجرب حظي واشوف يعني اشوف هعرف احكم ولا لا. وول بريكر وغول وانلوك وشوية دمنسير اهو. ده واحد حلو معايا 60,000 ذهب، 40,000 اكسير. دايما بضربهم غلط. طيب انا اعمل كده، دول يكسروا اهو. هو ده فايد الورد كار، بس انا عايز اوصل لهنا. ماشي مش مشكلة، نمشي دول، نمشي بالكلان. مش عارف ليه في موسيقى غريبة كده بتطلع لما بنشر الكلام او العشيرة بتاعتي، بس كويس موسيقى حلوة. انا خلاص كده خلصت على كل الذهب والاكسير اللي معاه وجبت 500 ناقصي بس للألف. وراك التاون هول بتاعي وطلع خلاص. بعد كده اعمل التاني دي الهرمة. والأشر برضو بيعملوا الشغل كويس. ركز على الملاك، دول مركزين على التنهول وخلاص. يعني زي ده كده حاطط كل الاكسير وكل الذهب بره. واساسا لما انت ما يكون يعني المخازن بتاعت الاكسير فاضيه والذهب، المستخدمين بيكون معاهم اكتر، فبيجيبوا اكتر، بيجيبوا فلوس اكتر. كده كده اصلا الدولة هيتكسر او الوقت ممكن يتكسر. كراش باللغة العربية عشان في حاجات كويسة في اللغة العربية. وهنشوف اول ما تخلص المعركة دي اللي ملهاش نهاية. يعني لو طولوا الوقت شوية كان زمان دلوقتي كسرت داون هول. خلصوا كماس كده واحدة بس، مكافأة وفلوس كتيرة وسبع كؤوس، يعني حاجة قليلة بس كويس برضو احسن من مفيش. ندوس بقى نقعد على المنزل ونرجع. هو حلو يا بتحمل فكمان سعيد. دوت تقريبا تاني مرة اسأله الكلان اجعله مش عارف. ما تنسوش يعني تدورلي على حل. هو ايش بود بدعوة 21 كاس بس فهي دي. الغول ده قوي جدا بالذات لما تركيه على ليفل 3 او ماكس على الاقل. هو الغول بريكر والعملاق اقوى حاجة، اقوى فريقه هنا نجيب المتكر. يعني بيجيبوا في المتكر هنا قصص غريبة، مثلا هنا موارد اكسير الظلام يتوفر في قاعة المدينة مستوى 7. نقرأ مستخرج اكسير الظلام. نجح الكيميائيون لدينا اخيرا في اكتشاف طريقة لاستخراج اكسير الظلام اقوى شكل المادة السحرية. يعني دوت فديته وبنعمل بيه ناس يعني ناس مولودين باكسير الظلام بيبقوا اقوى جدا زي الساحر. مخزن اكسير الظلام لا يمكن احتواء قوة اكسير الظلام في حوض اكسير عادي الشكل حيث انه اقوى 3 مرات. كان علينا ابتكار اداة لتخزين ذات شكل مكعب. يعني قصة حلوة. فبس هذا كان شرح النهاردة. كمان عبد الرحمن، مع السلامة.